بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم متابعيني في فيديو جديد من زهران. النهاردة هنجيب لكم الخصومات اللي موجودة على أطقم العشاء. عايز أقول لحضراتكم إن هي بتتباع بالسعر القديم. عندنا حاجات حلوة قوي، ده غير النهاردة هنتفرج على حاجات السيلفر اللي قدامنا المستوردة، وكمان على أطقم المعالق والشوك، الشنط والأطقم الصغيرة. كل ده هنعرف سعره إن شاء الله في الفيديو، وكمان المنتج الجديد اللي في زهران اللي هو السكاكين اللي قدامنا دي. يلا بقى نشوف الفيديو. احنا النهاردة يا جماعة جايين نصور من عند زهران فرع جديد. في ناس متعرفش الفرع ده، الفرع ده فين؟ أول حاجة احنا في اسكندرية، تمام؟ اسكندرية فين؟ اسكندرية في لوران. الشارع اللي احنا فيه ده اسمه شارع هدى شعراوي، الشارع ده، تمام؟ احنا كده في شارع هدى شعراوي. لو حضرتك جاية من الناحية دي، جاية من ناحية أبو قير، شارع أبو قير، انزلي قولي له نزلني عند شارع هدى شعراوي. ولو جاية من الناحية دي يبقى تنزلي في الترام، محطة لوران، محطة لوران، تمام؟ احنا فين بقى دلوقتي؟ في مول الوطنية. المول ده مشهور بفساتين الزفاف كده، مشهور عندنا يعني هنا في اسكندرية. هنروح بقى دلوقتي ندخل ونتفرج. زهران اول ما تدخلي على طول. تعالوا بقى نشوف الجوله، ما تنسوش اللايك والاشتراك ونبتدي على بركه الله. ندخل بقى يا جماعه ونشوف الجوله بتاعتنا باذن الله. اهلا بيكم في جوله جديده من زهران فرع لوران. النهارده بقى جايبين لكم ايه؟ اطقم العشاء. ونقول سلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ اطقم العشاء بقى النهارده العرض عليها ايه؟ عندي تشكيله كبيره، عندي منه الفرنسي وعندي منه الاماراتي. حلو قوي. عندي منه اعداد كبيره ابتداء من 25 قطعه لحد 52، تمام؟ عندي طبعا الازرق الفرنسي للناس كلها، ده اللي هو عارفة. ده ده اسطمبه ده بالظبط، والعسلي منه يمكن اللي هو ده الناس بتدور عليه النهارده فعلا. عايزين ايوه. وايه تاني؟ الحاجه دي تشكيله كبيره جدا، يمكن سعرها ما زادش مع السنه الجديده، كل الحاجه بالاسعار القديمه. طب ممكن كده نستعرضها كده مع بعضينا؟ كل حاجه يعني الازرق ده اللي هو الكلاسيك ده، ده الدرولكس دوت، ده سعره القديم زي ما هو، ده ب 980 جنيه يا جماعه. كام قطعه؟ ده 50 قطعه ب 980 جنيه. واللون الثاني بتاعه اللي هو العسلي ده، العسلي منه سعره 1419 جنيه. 50 قطعه برده؟ ده 50 قطعه. الله ينور. معاه كل حاجه ابتداء من المج وبالفنجان والطبق الاطقم بتاع السلطه. حلو. اطباق السلطه واطباق الغرف المسطح والكبير والغويط، وعندي اطباق الشوربه منها او الصغير والكبير سلاطين، واللي هي دي بقى، وعندي الاخضر منه ده برضو زيه، ده بس ده اماراتي، ده اماراتي ده 26 قطعه. ايوه. ده سعره 1000 جنيه. 1000 جنيه. 26 قطعه. 26 قطعه. حلو. الحاجات بقى دي عندي برضو اللي هو الفرنسي ده، سعره ما اتغيرش يا جماعه، سعره 2313. ده الفرنسي مش الاماراتي. حلو. عشان الناس تبقى عارفه الفرق. العروض دي برضو لاخر الشهر معانا لحد اخر الشهر، ومكمله معانا على حسب مكمله معانا. طب واللي هو بقى الاحمر ده؟ عندي الاحمر الكرهات دوت، عندي منه تشكيله كبيره، ده برضو 52 قطعه، معاه الدوره ومعاه كوبايه العصير. أيوة. ومعاه السرافيس بتاعته، معاه الاطباق. حلو قوي. كلها ده تبعه ده؟ تمام. بكام ده يا استاذ احمد؟ ده سعره 1450 جنيه. حلو قوي. اتفرجنا على التشكيله دي، تعالوا بقى ندخل ايه جوه كمان نشوف. عندي منه تشكيله كبيره جدا برضو، كرهات بشكل تاني، وعندي الورد دوت ب 1450 جنيه. كم قطعه؟ ده 52 قطعه برضو. 52 قطعه. حلو. وده بقى؟ ده 25 قطعه زي ما وضحنا، ب 1167. الله ينور. عندي منه تشكيله كبيره هنا على العمدان. الله، بصوا بقى الاشكال، ده فيه تشكيله كبيره. حلو قوي. وده في نفس السعر ده اللي قدامي؟ نفس السعر، 1167. 1167 قطعه. عندي منه التشكيله دي برضو. ده شكله اهو برضو. الله ينور. عندي ال 50 قطعه اللي هو الابيض، الابيض اللي بترتاح للاركوبال. ده اركوبال. ده اركوبال. بكام ده او كم قطعه؟ ده بسعره القديم، ده سعره معايا ده 1855. وكم قطعة قلنا؟ ده 46 قطعة. 46 قطعة. 46 قطعة. وده زيه؟ ده زيه. ودي ايه؟ دي سكرية دي ولا ايه؟ سكرية. حلو قوي ده برضو، شيك قوي يا بنات، حلو للعشاء. الحاجات دي اسعارها بالاسعار القديمة. حقيقي. الحقوا قبل نفاذ الكمية. تمام. ايه تاني بقى؟ عندي مجموعة الترامس الألماني. وبصوا الشكل ده، معلش يا أستاذ أحمد، ده برضو بكام؟ وده بورسلين. ده بيخش الفرن والميكروويف. ده سعره 1780. ده 24 قطعة. تمام. عندنا بقى، وعندي الترامس الألماني. أيوة. تمام. عندي لتر، وعندي لتر ونص، وعندي اللي هو المج الترمس ده بيقعد معايا 4 ساعات سخن و 8 ساعات ساقع. ده ب 450 جنيه، ويطبق عليه خصم 10% يا جماعة. حلو قوي.
ده اللتر البومبي، وعندي اللي هو الموديل الثاني اللي هو البامبو، ده سعره الصغير عامل 280 والكبير عامل 330. حلو قوي. وهيطبق عليه خصم 10%. الله ينور. وفي دي المجموعة ابيض كلها بالوانه كلها، بصوا الالوان حلوه بتاعته قوي، الوانه جميله، كل ده عليه خصم 10%. والاورنج ده اه برضو. دي علبه اسمها تيفال، دي علبه تيفال الماني. اه الماني. حلو. المجموعه كلها دي برضو محكمة الغلق، برضو عليها 10% خصم. بالظبط، بتخش الفرن والميكرويف، ودي بالخصوص بتخش بالغطا لان انا بديها طبعا اللي هو النفس بتاع البخار. تمام. بس حلو قوي. الكوبايات والكاسات اهي موجوده، حاجات بقى لومينارك وكده. بالظبط، دي كل أيوة. العرايس. وعندي الايطالي اللي هو الماركه المعروفه للبرميولي. أيوة. ده ايطالي، وكل الحاجات دي يا جماعه اسعارها ما اتغيرتش بالسعر القديم. يعني مثلا الطقم ده بكام مثلا؟ ده سعره 87 جنيه. اللي هو ده عباره عن كم؟ ده 6 كوبايات. سعره 87 جنيه. تمام. ايطالي. ده ايطالي. حلو قوي. في كمان حاجات تانية اهي، التشكيله كلها الملون والابيض. وبصوا كمان الاشكال دي، الحاجات دي هم بيتميزوا بيها هنا زهران. يعني مثلا ده ب 145 الستة، ده التلاتة، ده التلاتة ب 145. التلاتة دول عندي منه الستة اللي فوق. أيوة. برضو اللي هو الغامق والكحلي، وعندي النبيتي ده ب 222. 222 ده 6 كوبايات. بصوا الأشكال بقى، المزجزج ده شكله حلو قوي. وبصوا كمان حاجات تانية اهي، كوبايات أشكال تانية كده كده عليهم خصومات 10%. في برضو الحاجات الحلوة دي، بصوا يا جماعه بتبقى ثلاث قطع وفي ست قطع. انا قلت برضو افرجكم على الاشكال دي. وفي حاجات بالدورق بتاعها ده، ولا ده دورق لوحده؟ لا، عندي حاجات كده بالدورق، بيبقى دورق بست كوبايات. طب معلش، وده؟ لا، ده دورق لوحده. ده ده دورق لوحده. ايطالي. ده ايطالي. ده سعره 146. 146. حلو. واللي حضرتك قلت عليه عندي بقى اللي هو اللي بالدورق، ست كوبايات بالدورق. ايوه. وعندي اربع كوبايات بالدورق، ده ايطالي. تمام. واللي مونارك طبعا ده اماراتي، ده ست كوبايات بالدورق. حلو. ده بكام؟ ده سعره 272 بالدورق بتاعه بالست كوبايات ان شاء الله. تمام. وعندي حاجه كده برضو التشكيله اللي هي الملونه. وعندي اللي بالازازه، ست كوبايات بالازازه. ممكن اعرف بكام بس؟ اقول لحضرتك. ده سعره 190. ده اللي هو بالازازه 190. بالدورق 175. 175. الله ينور. تمام. بقى حاجات تانية للعرايس كمان. بالظبط، عندي طبعا الصواني اللي هي دي تقليد الكوين ان يا جماعه. احنا مش بنقول ان ده شركه دي سيني، بس بتقلد الكوين ان. وعندي برضو الكوين ان اللي هو الانجليزي. بالظبط، عندي الانجليزي الكوين ان، وعندي مجموعه الشوك والمعالق. طب بكام بقى يا استاذ احمد؟ قول لي. ده سعره 936 وعليه الخصم 10%. لا، ده مش هيطبق عليه خصم 10%. يعني القسم ده معلهوش خصومات. بالظبط، هو الحاجات المستورده بتبقى ايه يعني، كان نسبه الربحيه فيها قليله شويه، فما بيطبقش عليها اي خصومات ثانيه. حلو قوي. عندي اللي هو اطقم الشوك والمعالق الصغيره والكبيره. ده تركي يا جماعه، ده حقيقي خامته ممتازه وما بتتغيرش. يعني النهارده لو انا باخد حاجه صيني مثلا بتغيره مع الوقت لونها او كده، لا، ده فعلا الستانلس 18/10 التركي ده احنا بنضمنه للعميل. عندي منه الصغير والكبير. الصغير بكام؟ ده سعره 1700 اللي هو ال 30 قطعه. تمام. ده للاستخدام المنزلي اليومي في البيت وفي المطبخ. حلو. وعندي الكبير برضو منه اللي هو بتاع العرايس. 90 قطعه، ده بقى فيه كل الكماليات بتاعته اللي هو قطع التوزيع والاطقم منه النشرات. ده بينزل اتنشرات ونشرات التوزيع والغرف وكل حاجه بتاعت الجاتو. تمام. وعندي منه اللي هي شركات برضو صيني، ولكن برضو خامتها ممتازه جدا. دي يعني بتنزل ذهب مذهبه. دي شكلها حلو قوي. بصوا الشكل المذهبه بتاعتها، ده شكل السكينه. طبعا المعالق والشوك دي اتنشرات. دي سعرها 2450. الشنطه دي بقى فيها كام واحده قلنا؟ دي 90 قطعه. 90 قطعه. 90 قطعه. دورين كده. بالظبط. تمام. عندي منها تشكيله، عندي منها ثلاث رسومات، كل رسمه دي منها السيلفر ولكن منقوشه، يمكن الكاميرا توضحها شويه. منقوشه اهي. تمام. بالظبط. وعندي منها الشكل الثاني اللي هو ده اللي زي الذهبي، بس من للناس اللي بتحب الايه السيلفر. حلو قوي. زي الذهبي اللي فوق. الله ينور. تحت امرك. الله يخليك. طبعا ده غير بقى، بعد ما شفنا الحاجات دي، ده غير بقى قسم الرفايع اللي موجود هنا. حاجات بتاعه المطبخ كلها زي ما حضراتكم شايفين اهي، الحاجات اللي قدامنا دي كل دي رفايع موجوده في المكان هنا، عشان لو عروسه برضو بتجهز او حاجه. والرفايع دي دي انتاج شركه تيفال، دي عليها عروض برضو دي ولا ايه؟ ده يطبق عليها الخصم 10%. 10%. دي حاجات ممتازه جدا. وعندي السيليكون، يمكن الناس اللي بتدور على السيليكون
موجود برضو هنا، دي بيطبق عليه 10%. 10% الحاجات الرفيعة. حلوة هي دي، حاجات الرفيعة برضو اللي موجودة هنا. النهاردة بقى استعرضنا كل حاجة، أتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما سيبناش حاجة، كل الأطقم عرفتوا أسعارها. طبعا هما هنا في إمكانية التوصيل لأي مكان، دي موجودة، قلت كده اقول لكم على شويه حاجات. كمان في نظام التقسيط برده موجود هنا، كل الحاجات دي ان شاء الله هتلاقوها في التعليق المثبت. كمان حاجه جديده هنا النهارده عندنا في زهران، سكينه انت اكتفال. أيوة. ده فولاذ الماني بيتقفل صيني، ده عليه ضمان 10 سنين، ده سلاح ما شاء الله ممتاز زي ما وضحت، عليه ضمان 10 سنين ويطبق عليه خصم من 10%. عندي كل مقاساته والمجموعه دي مع بعضها اللي هو المشرشر ده ب 660، عليها خصم برده، هيتشال منها خصم 10%. تمام. وعندي السلاح اللي هو بتاع اللحمه الكبير، وعندي السلاح اللي هي استخداماتنا كلها يوميه في البيت اللي هي الصغيره، وعندي سلاح تقطيع الخضروات. الله ينور. ده عليه خصم 10% كل المجموعه دي. حلو. امال الواحده دي بكام مثلا؟ دي عامله 220. ودي؟ دي عامله 380. ايوه. وبتاعت اللحمه؟ دي عامله 380. تمام. متشكرين ليك جدا يا استاذ احمد، الله يخليك. شكرا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.